خلينا نروح للمقاولين وبيراميدز يا كابتن حلمي لغايه ما نتاكد من الاخبار اللي جايه لنا. والله انا شايف يعني الحاله اللي سبقت هذا اللقاء اثرت بشكل كبير جدا على اداء فريق المقاولين. تاخير عمليه تاخير المباراه، العصبيه اللي كان عليها الكابتن علاء نبيل مع ان فريقه بيأدي بشكل جيد جدا طوال المباريات السابقه، وكلنا التمسنا له العذر لانه بنازل بالاعمار السنيه ومصعد لاعبين على مستوى عالي جدا، لكن الوضع اللي كان عليه الفريق كابتن علاء والجهاز الفني قبل المباراة ده أثر بشكل كبير جدا على فريق المقاولين. لو جينا نتكلم على بيراميدز، فريق يعني بياخدوا خطوات هادئة في الدوري الممتاز. فريق بقى ليه شكل، بقى ليه أسلوب أداء، بقى ليه طريقة لعب واضحة وأسلوب لعب واضح. يمكن الفوز بيتأخر شوية، لكن ما تحسش بقلق في أداء اللاعبين، تحس إن اللعيبة ديت ممكن تكسب، إحساس جواهم يعني ممكن تكسب في أي وقت. يعني فريق بيخطو بخطوات جيدة في الدوري، لعب مباراة جيدة أمام المقاولين اللي بيأدي، أنا شايف إنه بيأدي مع الكابتن علاء بيأدي بشكل جيد جدا، ونتيجة لأنه ضخ عناصر صغيرة السن في هذا الفريق محتاجة إلى وقت حتى يكتمل نضوجهم ويكتسبوا الخبرات. أعتقد أن ضروري إدارة المقاولين تصبر على الكابتن علاء وتسنده وتدعمه في القادم، لأن الاستقرار مهم جدا. وحضرب مثل بسيطة يا كابتن ضياء بفريق الدجلة، بفريق دجلة. تمام. فريق دجلة يمكن ما كسبش غير امبارح وعمل مباراة، كان أول مباراة لا، والمقصة مباراة جيدة، ابتدى يترفع نجوم المستقبل بالظبط. فيعني مهم جدا الاستقرار، لكن أنا شايف إن فريق بيراميدز بيأدي بشكل جيد، بيأدي بخطوات ثابتة بالرغم من حداثته، بالرغم من إن اللعيبة دي جاية من كل مكان ومن أماكن كثيرة جدا ومن فرق كثيرة جدا، لكن كان مهم جدا بالنسبة له الفوز اللي وضعه على قمة المسابقة. طيب كابتن ضياء، طيب فرقة المقاولين معظمها بالاتفاق والاستراتيجية اللي عملها المقاولين مع علاء، مجلس الإدارة مع علاء، انه بينزل بالسن ومعظمهم صغيرين، ما كانتش تستحمل الأحداث اللي فرضت عليهم، الأحداث دي ما يستحملوهاش كضغط لعب، ما يستحملوهاش كخبرات، تشتيت برضو بالضبط، ما يستحملوهاش. لكن انا هتكلم على ماتش الكوره بيراميدز كان متفوق بنسبه كبيره جدا معظم فترات المباراه. بيراميدز اللي كان دايما بيهاجم، اللي كان بيضيع، بيراميدز رغم انه الى الان لم يستقر على الشكل الفني الكامل بمجموعه لعيبه، بنشوف كل ماتش فيه 3-4 لعيبه بيتغيروا، كل ماتش فيه اختلاف ما بين 3-4-3 ل4-2-3-1. الى الان وصلوا لجزء بسيط من الجماعيه، لكن بيعتمد اعتماد كلي على الفرديه، خصوصا كينو لعيب هايل، احسن لعيب في الدوري بشكل كبير جدا، عامل فارق الى الان مع بيراميدز بشكل كبير جدا خلال المباريات كلها. لكن بيراميدز كان احسن في الجيم، كان احسن يمتلك الكره اكتر، لكن مش بالدرجه انه لان المقاولين كان بعيد خالص. بعتقد ان الاحداث اثرت عليه بشكل كبير جدا، واللعيبه حتى علاء قال بعد المباراه انه اللعيبه كلها بره بعيد عن مستواها، وانا بشوف انه الاحداث جزء، الاحداث والاعتراضات اللي على الحكم والحاجات دي كانت جزء من الضغط اللي على لعيبه المقاولين. لكن في النهايه بشوف انه فوز مستحق بمجهود فردي كبير جدا من كينو،
وهو انا بشوفه الى الان هو احسن لعيب في الدوري محترف يعني. فبيراميدز كان يستحق الثلاث نقاط كامله يعني. بس ده ماتش الكوره. ده هو ده ماتش الكوره اللي احنا لازم نتكلم فيه كماتش كوره. بيراميدز ماشي بيتقدم في المستوى لكن ما بيتقدمش على المستوى الجماعي لانه في تغيير كل مباراه. كل مباراه في تغيير. المدرب عايز يحط ايده على مره عمر جابر، مره بكار، مره دونجا في النص، مره مهند. هو كان موجود كمستشار فني. لما يبقى في الملعب ويبقى شايف امكانيات اللعيب كله بقى. ويبص على النهارده. الى النهارده كان احسن باك ليفت في مصر محمد حمدي. بعتقد انه ما وصلش الخمسه من عشره او اربعه من عشره من مستواه الى الان جوه بيراميدز. عمر جابر قفشه رغم ان هو بيفرق في بعض المباريات لكن معظم المباريات في جزء كبير فقده من فعايز اقول انه الجماعيه بتاعه بيراميدز الى الان لم تظهر لانه الشغل فيه انتقالات بشكل كبير جدا ما بين 3 4 3 ل 4 2 3 1 ما بين تغيير كل مباراه 3 4 لعيبه الى ان يستقر كويس جدا انه بيكسب انه على اول الدوري. بس خلي بالك إن انا كمشاهد بقيت حريص على كان استمتع بكينو طبعا. مش معقول. لا 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 ممتع جدا. عمل ترقيصتين في الماتش ده. لا 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 هو انا ممتع. وانا بتفرج ظهري طقطق. خد بالك ممتع ومزعج. وانا بتفرج انا ظهري طقطق. لا ممتع. انت لعيب قديم يعني. ممتع ومزعج. ممتع ومزعج. عشان كده بقول لك لازم بيراميدز ينتقل من حاله الاعتماد على الفرديه وخصوصا في كينو الى جزء يكسب فيه بالجماعيه. ده هينقله نقله ثانيه. طبعا هيبقى هو اوريدي منقول. هو اوريدي اول الدوري يعني. هو اوريدي يعني اول الدوري. الفرق اللي بتعتمد على الاداء الجماعي غالبا ما بتكسب. والفرق اللي بتعتمد على الاداء الفردي قلما تكسب. يعني الفرقه اللي احنا شايفينها دي المتصدره لو وصلت الى الجماعيه دي قصه تانية. طبعا هتبقى قصه مرعبه لما يبقى انت كتيم بتشتغل شغل جماعي بتتفوق بيه على الفرق وعندك عوامل فرديه. عوامل فرديه شوف لما الاثنين يبقوا مع بعض تبقى الموضوع صعب يعني. حكم المباراه على الرغم انه جاي من تونس الا انه تحامل كثيرا على بيراميدز. بغض النظر عن هو تحامل على هو صاحب طلب في انه يكون احنا هنقيم الحالات اللي قدامنا وهنشوف هو اداؤه فيها كان ايه وهنشوف هل هو فارق كتير عن حكامنا ولا لا ولا هل هو اقل ولا ازيد. اتفضل. استفدنا من التجربه ولا ما استفدناش. بعد كده هيبقى الوضع عامل ازاي في الاسابيع اللي جايه في الدوري. هم طبعا حكام طبعا من تونس صادق السلمي، انور هميله، يامن الملوشي، سليم الخواص او سليم الخواص. طبعا جايين في ظروف صعبه يعني برضو خلينا نقول لينا ونقول علينا جداً. هم جايين في ظروف صعبه والاحداث اللي حصلت قبل بدايه المباراه كانت احداث صعبه عليهم. وما اعرفش هل هم بيشوفوا الكلام ده عندهم في تونس ولا لا. اعتقد ان هم بيشوفوا اكتر من كده. هنشوف الاحداث اللي حصلت وهنشوف هم طبعا واقفين. هم ما لهمش علاقه بالقصه يعني. هم مش هم المشكله مش معاهم. الكابتن علاء مش معترض عليهم ولكن معترض على النظام اللي وصلت بيه الصوره اللي احنا شايفينها دي. التعيين والحكام الاضافيين. بالظبط كده. يمكن هو احنا كنا سامعين الكلام. هو كان اعتراضه على ان هو ما يعرفش اساسا ان في حكام اجانب ولا ان هو في حكام اضافيين موجودين. وهو بيتكلم وبيشاور ان المفروض هنا واحد بيعمل كذا وواحد هناك شغله كذا واحنا طول الست اسابيع اللي فاتت بنلعب بشكل معين. فالاول مبدئيا هنقول ان البطوله تتلعب بثلاثه من غير حكم رابع، تتلعب باربعه، تتلعب بسته، ده قانوني. وعايزين نوصل لمرحله تانية ان ممكن المباراه تقام بحكم واحد. وممكن المباراه تبدا بست حكام وفي الاخر ما يبقاش غير الحكم بس. يعني انا كحكم في ايديا السلطه ان انا ممكن استغنى بس نرفع الصوره كده شويه. استغنى عن معاونه المساعدين. لو انا شايف ان هو تعبان صحيا، عنده شد، عنده حاجه، ممكن استغنى عنه. ما تقارنش. مش فاهمني. مش مقارنش. انا بتكلم هنا الاسباب دي بالحالات. ده احنا في حاله طبيعيه يا كابتن. ده احنا بنتكلم طبيعية. احنا بنتكلم هنا عايزين نوصل ليه لمدى يعني. لمدى قانونيه المباراه. لا المباراه قانونيه لائحيا. تمام. ده بالنسبه للقانون. قصه بقى ان اللائحه بتاعتنا بتقول اربعه ولا ست لائحه المسابقه دي بتاعتهم هم في اتحاد الكوره. نكمل بقى المشهد ونشوف الحكام وهم واقفين. طبعا انا شايف ان هو ده موقف صعب عليهم ان احنا واقفين مستنيين الفرقه علشان
المباراه تبدا ضغط عليهم طبعا. ده حاجه. الحاجه الثانيه المراقب بيتكلم مع رئيس لجنه الحكام وبعد كده بيدي التليفون للمدير الفني. احداث بالنسبه لهم، احنا بس عايزين نجري بالصوره ونشوف ردود افعال الحكام ايه. يعني نمشي 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 بالصوره ونروح على الحكام ونشوف الحكام. انا عايز اقف عند جزئيه معينه. طبعا ده الكابتن احمد ورحاب مراقب لجنه او مراقب الحكام. نمشي 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 ونروح، انا عايز اوصل للقطه معينه عند الحكام وكيفيه تعاملهم مع الموقف ده. هم تعاملوا ازاي؟ هل هم كانوا اتشدوا؟ هل هم بداوا يفوقوا؟ في صوره جت عليهم؟ هل بدا تركيزهم يروح؟ نكمل نمشي نمشي، في صوره اوضح من دي. خلي بقى حضرتك النهارده الحكام بتفكر في اكتر من حاجه. يعني طب ده احنا لسه ما بدأناش، بس نقف هنا. هم بيضحكوا مش على موقف، ولكن هم بيحاولوا يخرجوا نفسهم بره الموقف ده.